بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. والله يشوف الإخلاص هذا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن العديد من المرات، ووضح أن هناك مؤمنين وهناك مسلمين وهناك عباد الله المخلصين. نعم، زي ما في الآية لغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. سبحان الله، اللهم اجعلنا من المخلصين لله سبحانه وتعالى. الإخلاص فرض ما هو السنة، وبعض الناس تعتقد أن الإهمال والهزل والتسيب هو متعة، أو أنه هو استطاع أن يضحك على رب صاحب العمل، أو أنه هو الوزير مهناش أو المدير أو المدير الإدارة مش موجود، وأن عملية التسيب هذه عملية مدامة ما فيش حد رقيب عليها يعني نقدر ندير ما نبي. هذا ضعف الإيمان، هذا عدم لا يؤمنون بالله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف تؤمن بالله وتعتقد أن المدير هو الرقيب؟ الرقيب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لكل ليبي مسلم ومسلم ويريد أن يدخل الجنة عليه أن يعلم بأن عليه أن يعلم بأن الرقيب هو الله وليس المدير ولا سجل الحضور والغياب. هذه من الأخطاء اللي عايشنا فيها. لكن إحنا حتى لو نرجع إذا أردنا أن نصلح، خلينا ننسى الماضي بعيوبه، ومن شاء يدخل إلى الجنة ومن شاء فالجهنم واسعة وبئس المصير. هيا نبدو من توا ونحيي وزارة التعليم على الآن على مجهوداتها إن كانت حقيقية ولله سبحانه وتعالى. هيا نصلح التعليم من الآن ونجعل القيم هذه كلها داخل موجودة داخل المدارس. نبدأ بالمدرس، نبدأ بالمدرسة، نبدأ بمدير المدرسة، يبدأ الالتزام، تبدأ في حصة بالالتزام، الحصة تبدأ في موعدها، والمدرس والمدرسة ملتزمين وعندهم إخلاص للعمل. أما مش معقولة المدرسة خاشة لفصل ابتدائي بتعطيهم أساس هي تقول جاية بتعزي مش جاية بتقري طلبة. نعم. يعني حقيقة ما بعدهم الطلبة متاعنا، لأن مدرسينهم ومدرساتهم بعض منهم، ما نقولش الكل، بعض منهم يعتقد أن وظيفة التعليم زي أي وظيفة أخرى. لا والله، أنت تعلم شعب، أنت تخرج لنا شعب، زي ما المخرج اليوم بيخرجنا البرنامج هذا، أنت سوف تخرج هذا الشعب. هل هو بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة سوف نرى هذه النتائج. نعم. فالإخلاص فرض، راه ما هو السنة.